واحد بيسأل بيقول: أليس مخالفتك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الطلاق تشبيه بالذين يعني يقولون نحن رجال وهم رجال؟ لا، المسألة دي مسألة بعيدة خالص، لأنني ما نصبت قامتي أمام شيخ الإسلام، إنما أنا متبني قول الجماهير اللي قامة الواحد منهم توزن ابن تيمية بكتير، مع طبعا تعظيمين الشيخ الإسلام ابن تيمية. لو إحنا نحط رجل أبر الراجل، لا، المسألة مش كده، إنما دي عبارة عن تكافؤ أدلة، عبارة عن تكافؤ أدلة. زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية رأى أنه أهل إنه يخالف الأئمة الأربعة ويخالف جماهير العلماء في ذلك، ولا نعيب عليه، فقد كان مجتهدا اكتملت فيه أدوات الاجتهاد. فأنا تابع، لما درست الأدلة الفريقين رأيت أدلة الجمهور لائحة، ولم يدخل في قلبي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولم أجنح إليه. فالمسألة مسألة تكافؤ أدلة بس، مش مسألة إن احنا قلنا رجال ونحن رجال، لا. ما أنت ما من قول أنت تتبناه إلا ولك فيه مخالف، مش كده؟ لو أنت طرقت المسألة على كده هتضيع الشريعة. ليه؟ لأن مش هنبقى شايفين غير الرجال، هم رجال ونحن رجال، راجل أبر راجل، طب والدليل راح فين؟ لا، المسألة كلها عندنا هي مسألة تعظيم الدليل، تعظيم الدليل. نحن لا نقدم أحدا أبدا إذا لاح لنا الدليل من السنة، ونعذر هذا المخالف إذا كان أهلا للمخالفة. والله أعلم.